كان شوط اول بالنسبه لفريق الوداد اللي يعني كان يقدر يسجل فيه اصابه او اصابتين. دخلنا في الشوط الثاني حتينا اللاعبين انه يعني كيف كنقولوا حنا الا كنتي هاجم راه ما كتعنيش على انك راك منتصر، انه وتصديع المحاولات دائما خاصك تسنى على انه في اي لحظه يقدر يتقلب عليك المقابله. وقفنا اللاعبين وتكلمنا على انه على اساس الارضيه مبلله، الكره كتقدر تخدع، فتكلمنا على بزاف ديال الاشياء على ان فريق اولمبيك المغربي ما ضاغطش ولكن كيتسنى كيف كنقولوا حنا بين الفينه والاخرى باش يتحيل بالفرص من طرف اما ايت بيه ودخلوا وسام مباركه اللي كنعرفوهم لاعبين اليوم خفاف. فالمشكل فين كاين؟ ضرب جزاء في الدقيقه 31 وجات في ظرف اللي هو حساس، يعني بعد ما حنا فريق خريبة ترتلي لعاب وكان بامكاننا حنا اللي نمشيو نسجلوا يعني كنتلقاو اصابه. ولكن هذا انا كنرجع هادشي كله يعني الغياب ديال واحد العدد كبير من اللاعبين. ولكن انا كنقولها حتى الجمهور يعني غادي يتضح ليه اليوم جليا على ان فخر الدين راه ما تيظلمش، راه ما ظلم حتى شي لعاب، وانا الاسبقيه والاحقيه اللي غادي يبلل القميص ديال فريق الوداد اليوم ضد خريبكا. يمكن الوقت بينات الجمهور يعني انه راه فريق الوداد راه اللاعبين ديالو المجموعه راهي معروفه، زائد واحد الفئه قليله اللي تقدر تساعد فريق الوداد. اما بعض اللاعبين فكنظن انهم مباراه بعد الاخرى فهما ما كيعطيو حتى شي اضافه يعني صراحه للفريق. درت ما في جهدي وباش يعني هاد اللاعبين باش يحاولوا يندمجوا ويديروا، ولكن مع كامل الاسف كثير من المره حصل لي سوء تفاهم مع بعض اللاعبين. وخير ديال هذاك اخر مباراه ضد فريق مراكش، يعني كاين بعض اللاعبين اللي ما لبسوش وما رضاوش، كاين بعض اللاعبين اللي ما دخلوش من المباراه وما رضاوش. ولكن اليوم هو كيبان على انه راه كره القدم راه كتبغي العقليه ديال لاعب محترف، لاعب ذو اخلاق، لاعب اللي غادي يعطي واحد 90 ولا 80% من الجهد ديالو. اما يعني تعول تلعب بطريقه اخرى فكنظن انه ماشي في صالح الوداد وماشي في صالح الفريق. ما نكذبش عليك، انا كفخر الدين تنتاسف على الهزيمه لانه ما كناش كنتوقعوها، كنا ناويين نمشيو على الاقل بتعادل باش نهيئوا المباراه ديالنا، كنا كنتوقعوا نتائج ايجابيه. ولكن مع كامل الاسف كيف سبق لك شرتي فغادي نحاولوا نركزوا على هذا الاسبوع هذا على كيف كنقولوا العامل الذهني، ونعاود نوجدوا ان شاء الله الفريق ديالنا باش نلعبوا ان شاء الله المقابله ديال نيجيريا، لانه مقابله مهمه، قبل صعيبه، لانه انت كتعرف يعني الفرق النيجيريه فهي فرق اللي هي كتمتاز بها. فكنتمنوا ان شاء الله على انه ان شاء الله كيف قلت لك نهيئوا الثلاثه الاسبوع هذا نوجدوا لهذه المباراه باش ان شاء الله نحققوا نتيجه ايجابيه.